السلام عليكم الاخوان، تحياتي لكم وتحياتي جميع الاخوان المتابعين. كيف ما وعدتكم الاخوان ضروري غادي نبارطاجي معكم او غنشارك معكم المونتاج اللي كيخدم به الرئيس عبد الاله. وبالنسبه لهذا المونتاج الاخوان كيحتاج لبعض المعدات اللي هي متواجده او لا، يعني بسيطه في نوعا ما بسيطه وكاينه في اي محل ديال معدات الصيد غادي تلقاوها. بالنسبه لاول حاجه الاخوان كنحتاجوا الجرابان من 100 غرام حتى 150 غرام على حسب حاله البحر، او لا كنحتاجو لي بيراميد من 120 غرام حتى 160 غرام 170 غرام. دائما الاخوان الاوزان او لا البلوم او لا الثقل عنده علاقه بحاله البحر. كنحتاجو انواع ديال الصنار على حسب انواع ديال الاسماك المستهدفه من 03 04 05. هادو الاخوان بالنسبه للاسماك يعني ذات الاحجام الكبيره. كنحتاجو دي ستوبور اللي هما من نوع السيليكون او لا من القومه كيف ما كتعرفوا، القومه يعني رطبين، هادو ستوبر. عندنا عقيق حتى هو سيليكون وعندنا عقيق قاسح. عندنا لي رولينغ هادو كيتسموا الرولينغ، وعندنا لي زيميريو، وعندنا ثلاثه ديال الانواع ديال الخيوط. الخيط الاول اللي هو رئيسي اللي كيكون عندنا في هذا البازلين اللي غيكون عندنا في المونتاج هو 60 على اقل تقدير، 60 70 80، وممكن نديرو حتى 100 على حسب كيف ما كنقولوا. دائما الخيوط والصنار عندهم علاقه بالانواع ديال الاسماك المستهدفه. عندنا ال 35 وعندنا ال 50. بالنسبه لل 50 من الاحسن يكون رطب شويه، من الاحسن يكون شويه خيط رطب وزوين وفي نفس الوقت يكون ترونسبارون ما كيبانش. نبداو على بركه الله. كنحتاج لواحد المقص. وبالنسبه لهذا المونتاج الاخوان انا غادي نقول لكم واحد الحاجه باش تيفيتيو هذه القضيه ديال العبار ولا تعبروا ولا هذا، بلا ما تبرزطوا راسكم عندكم العبار الحمد لله في الجسد ديالكم في اليد ديالكم. بالنسبه للمونتاج غنهزوا الخيط ديال 60 غنديروا قامه. قامه مفهومها هو قامه، ولا بغيتوا تعرفوا الاخوان راه القامه ديالكم هكا يعني من هذه اليد لهذه اليد وهي مسرحه، راه هي الطول ديالكم من الراس ديالكم حتى رجليكم. هادشي علاش كيقولوا الاخوان قامه. وبالنسبه للبحريه كيقول لي شحال من قامه ولا شحال من براسونه او لا براسه. براسونه الاخوان عقده براسه كيف ما كتشوفوا الاخوان. هزينا تقريبا واحد متر و70 متر و75 ديال الخيط ديال 60 اللي خدينا. كيف ما كتشوفوا الاخوان غادي نحاولوا ناخذوا قل من النص، يعني كيف ما كتشوفوا قل من النص. هانتوما كتشدوا الخيط كطويوه على جوج بهذا الشكل وكتخليوه واحد 20 سنتيم تقريبا هي اللي شريطه لتحت. ساهله الاخوان، كتجيو حتى لهنا كتاخذوا هذا الخيط كطويوه على جوج، كتجيو كدير واحد العقده اللي كتسمى نويت او لا عقده الثمانيه. كدور الدورها كتشدوا الخيط كدير واحد لابوكل كدور الدوره الاولى بسم الله واحد جوج صافي جوج كتزيرو. ها انتم الاخوه اللي كتبان لكم مزيان هي غتولي على شكل 8، شفتوا ملي كتقرب تزير كتولي على شكل 8، ها هي 8. هادشي علاش كتسمى 8. كتزيرو الاخوان غير بشويه باش ما ترتقش حتى كتموت. ها انتم صافي كتجيو كديروا اول حاجه كتشدوا الخيط كطويوه هادي هاد البلاصه اللي بقات الفوقانيه، يعني هادي هي البلاصه الطويله، البلاصه الفوقانيه اللي بقات كتشدوها كطويوها من هاد الجنب هذا على هاد الشكل وكتزيروها بحال هكا. الا عندكم شي بانس راه احسن باش غير هاد البلاصه ترقاق شويه. كتزيروها الاخوان على هاد الشكل، يعني كيف ما كنقولوا كنقتلوا الدوره، الدوره قتلوها بحال هكا باش يدخل لينا فيها ستوبر مرتاح. ملي كنديروا هاد الخدمه هادي كيولي عندنا هاد الشكل هذا صافي، راه تقتلات الدوره. كنهزو ستوبر الاخوان ساهل، كيبغي واحد شويه في اللول يعني ما تزيروش، الا لقيتو ديروا الريق احسن. كتمشيو مع الاخوان على هاد الشكل غير بشويه السيليكو ستوبر كيبغي واحد شويه يدوز غير بالخاطر، لان كيف ما كتعرفوا السبيب ديال 60 هو غليظ، ولكن حنا الدور ديالنا هذا هو المهم. شفتو هو دابا داز بهاد الطريقة، هذا ستوبر راه داز وكيف ما كتشوفو راه نقدر نوقفو يوقف، يعني ما يحتاجش كاع العقدة. ولكن أنا كنزيد باش إلا كان شي حوت غليظ ما يمشيش ويلاشي ليا، خص شي حاجة تفراني. كيف ما كتشوفو العقدة
فراناتو هذا ستوبر وقف، يعني ما يمكنش ليه يدوز، واخا نبغيو ندوزوه ما يدوش. شفتوا الاخوان، عندنا جوج ديال الاختيارات. عندنا الاختيار الاول اللي هو نقدر ندير لي بيرل اولا العقيقات ديال السيليكون ونتبعهم بإيميريو ونعاود ندير بيرل سيليكون ونعاود ندير نعطيهم واحد تقريبا ما بين 5 سنتيم حتى 10 سنتيم وندير عقده ديال النويت. هذا الاختيار الاول. بغيت الاختيار الثاني ممكن نحيد هذا الشيء اذا كان الكوران كثير وكان البحر حرش بزاف، ممكن ندير رولينغ. وانا في هذا المونتاج الاخوان غادي ندير لكم الرولينغ باش تشوفوه. غير هو الرولينغ خص ضروري تكون شي حاجه مزيانه لانه كيترتق من هذا الوسط، ومع ذلك واخا يترتق راه ما كيتحلش ولا شي حاجه، كيبقى الميري شاد بلاصتو. غير هو كيكون خطر على تسبيب ديال 60 انه هذا الرولينغ يكون ماضي. كتما كتشوفوا غادي نعاود ندخل ستوبر الثاني اللي غيفراني ليا الرولينغ هنا، وبالنسبه لهذا المونتاج الاخوان راه فعال الاسماك ذات الاحجام الكبيره مزيان الخوت كيف ما شفتوا. ها هي دابا تفرانات بلا ما درت لها عقده لا والو، ولكن انا غنحاول ندير الخدمه ديالي نكملها كوم الفو. واحد جوج، هو المونتاج الفعال الاسماك الكبيره الاخوان كيف ما شفتوا هو المونتاج ديالي. ما كنكثرش الزواق وما كنكثرش لي بيرلو، خصها تبقى ليبر، لان هذه الخدمه الاخوان حنا غير خديناها وطورناها. وكاينين بعض الاخوان الله يجازيهم بخير، كاينين بعض بزاف ديال الرياس اللي كيخدموا بهذه الطريقه. هي الاصل ديالها ماشي هكا الاخوان، الاصل ديالها هي ديال البالانغري، يعني من ايام البرتغال ومن البرتقيز هما اللي كيديروا هذه الخدمه بزاف، هما اللي معروفين بالخدمه ديال البالانغري ولا الشعره، وخداوها الناس. وحنا بالنسبه للاخوان ديال يعني السيرف كاستينغ، يعني الناس اللي طوروا هادشي الله يجازيهم بخير، واللي تعلمنا معاهم واللي استفدنا منها. كطور راسك شويه بشي حتى كتلقى واحد المونتاج اللي هو فعال. هذا الاخوان بالنسبه لي انا وبالنسبه للمنطقه ديالي وبالنسبه للصحراء وبالنسبه للبلايص اللي خدمت فيهم به راه فعال. ولكن الاخوان انا كيف ما كنقول لكم ما كنخدمش بالرولينغ، انا كنخدم بزاف بليميريو. بزاف الاخوان كنخدم انا بليميريو، الرولينغ كنخدمو غير الا بغيت يزيد ليا واحد شويه ديال الضوء، يعني هذا باش مزيان كيكون فوسفوري كيشد الضوء كيضوي بالليل، هذا هو المهم. كنجيو لهنا الاخوان كيف ما شفتوا عندنا واحد المونتاج في هذا الخيط، هذا عندنا واحد الترقيعه اللي غادي نخرجوا في هذا المدري هذا او هذا البادلين. كنجيو لهنا اللي كنا طوينا كنديروا فيه واحد ايميريو باش نتفاداو البريم، يعني ما يبقاش يتبرم لينا الخيط بزاف. كنعفدو على هذا الشكل، كل واحد كيفاش كيدير العقده ديالو. دار 60 الاخوان، يعني صحيح اللهم بارك. ها نتوما شتوها هنا كيكون الخيط الرئيسي. كنجيو الاخوان لهنا هذا اللي تحت اللي وريتكم، كنشدو مع واحد الطرف ديال 35، كنحاولوا نعقدو عقده ساهله ما كتحتاجش بزاف ديال يعني بزاف ديال يعني بزاف ديال الاستفسار وبزاف ديال عقده كيف ما كانت، غير فقط تكون يعني شويه شاده في راسها في اللون، ما تطلقش دغيا وما تحلش، لان كنوركو بالكرابان. ممكن الكرابان الا ما كانش العقده مزيانه راه ممكن لينا ترتق او لا يتحل، اما هو بالنسبه لينا حنا الدور المهم هو خصو يترتق ملي يكون معنا حيط قليل. كما كتشوفوا الاخوان سهله، الشيط كتحاولوا ما تخليوش بزاف لان هنا كيتبرم الخيط او لا كيدور الخيط. كيف ما كتشوف كنقطع تقريبا واحد 35 سنتيم. هذا المونتاج الاخوان اسهل منه ما يكون، ما يحتاج شي حاجه اللي غادي تبرز راسك معها. كنشد هنا الاخوان كندير دوره على هذا الشكل، كندير بحال العقده ديال 8، كندور واحد 3 دورات، جوج 3 كيف ما كتشوفوا الاخوان. كنقطع الشيط على هذا الشكل كيكون عندي هذا المونتاج. ها هو هذا مونتاج كيف ما شفتوا،
كنشدو سمحوا لي كنشد هذا المونتاج الاخوه اللي هو على هذا الشكل كندبر شي بحال هادو يعني هذه بحال لاموس ديال الفرشي راه ما كتفرتتش هي مزيان احسن من الفرشي العادي كنخليها في جنب هي والمونتاج ديالي دابا شنو الدور ديالها جيت للدور ديال الترقيعه الترقيعه الاخوان كناخذ كيف ما شفتوا معايا كناخذ واحد 70 سنتيم حتى ل 80 سنتيم ديال الخيط انا نوريكم الاخوان ولكن هو في الترقيعه ما كتبقاش فيها 70 انا كناخذها 70 مع العقده من هنا والعقده من هنا كتبقى فيها غير شي 50 سنتيم كناخذ الصنار ديال 04 ولا 03 على حساب انا شنو بغيت ندير اللي بغيت ندير دوبل صنار كندير دوبل صنار بغيت ندير صناره واحده راه غندير صناره واحده كيف ما شفتوا معايا الاخوان غنحاول ندير اللي بغيت انا ندير لكم عقده سهله حيت بعض الاخوان يقدروا ما يعرفوش لهذيك انا غندير معكم عقده سهله ديال الصنار اولا سنيه سهله كتجي على هذا الشكل كتبدا من الفوق ولكن خيط كيتحط على خيط تبقى تدور على هذا الشكل هذا سهلة وكيف ما كنقول لكم دائما الخيط يدور فوق الباليت ديال الصنار ما يجيش تحت منه ها هي الصنارة ديالنا الاخوان مسنية مقادة كنجيو لهنا كنديروا الدوبل ديال الخيط على هذا الشكل الاخوان كنضربوه تاني على ثلاثة واحد ثلاثة العقد ثلاثة الدورات جوج ثلاثة كنحاولو نزيرو كنقطعو الشيط كتبقى لينا ترقيع على هاد الشكل الإخوان هاي شتو كانت فيها 70 دابا راه ولات فيها 50 سنتيم كنجيو الإخوان لهاد المونتاج ها هو المونتاج ديالنا غادي نكملوه باذن الله دابا غادي يبان لكم احسن واحسن كنجيو لهنا كندخلوه في الرولينغ في ليميريو ديال الرولينغ كندخلو على هذا الشكل وكنديروه ندخلوه من هنا كيجينا ساهل علاش تيلا بينا نبدلو هاد الصناره كنبدلوه وبالنسبه لهذا الشيء الاخوان راه ما كيديرش تقبل نهائيا راه واخا تشوفوا هذا الشكل راه ما كيديرش تقبل نهائيا ها نتوما وبالنسبه للفوق الاخوان راه كيف ما كتشوفوا راه ما كتوصلش ليميريو ها هي ويلا كاع وصلت غير ما يكونش عندنا الشيط هنا اما هي راه دائما كتكون مصيده لتحت اولا مصيده على اليمين ولا على اليسار والخيط ديال القصبه اولا الخيط الرئيسي راه هو دائما متنضي مع القصبه داكشي علاش حنا كنخدموا بالجرابان وملي كنزيروا القصبه كيبقى عندنا هذا المونتاج على هذا الشكل يعني الجرابان شاد في الارض والخيط مجرور للقصبه والترقيعه كدور بلاصه كتصيد يعني واخا تكون هاد الصناره كتوصل ليميريو راه ما عمرها توصل ليه الا في بعض الحالات اللي هي قليله اللي كيكون شي كوران خايب اولا الجرابان ترخى كيف ما شفتوا معايا الاخوان هذا هو المونتاج ديالنا كنتمنى من الله عز وجل يبان لكم غادي نجمع هذا الشيء باش يبان لكم المونتاج مزيان هو المونتاج ديالنا هو هذا على هذا الشكل شفتوه هنا كنجي كندير الجرابان ولكن الجرابان الاخوان باش يكون افيكاس خصني ندير واحد الخدمه ضروريه جرابان كنزيد كنموديفي بهذا الشكل هذا كندير لي ميريو هنا كنزيد دائما ملي كنزيد الاخوان لي ميريو هو انني كنزيد كنقص النسبه ديال التخبال وديال تشابك الخيط يعني دائما كنقص هذه المساله هذه وكيف ما كتشوفوا انا دابا غادي ندير المونتاج ديالي اللي هو باين وسهل ونقدر نبدل حتى الكرابان ندير 120 ما خلاش ليا الكره ندير 150 ما خلاش ليا الكره ندير اولا الكره ما كاينش من عاد من ندير زيتونه
اولا ندير بيراميد اولا كيف ما كتشوفوا كندير هذا الشكل. هذه هي الخدمه ديال الريس ديالها، وهي الحمد لله راه افيكاس. نوصي بها الاخوان، فقط اني كنشارك معكم معلومه انا بزاف ديال الاخوان كيسولوا، وبغينا نوصل لكم هذه المعلومه اللي هي الحمد لله راه عن تجربه فعاله وخدامه. والحمد لله نال الاعجاب ديال الاخوان بزاف اللي كانوا تواصلوا معنا سولونا عليها. كيف ما كتشوفوا ها 35 ها 60 ها الصناره ها المونتاج ديالنا الاخوان على هذا الشكل كما كتشوفوا، كتبقى معلقه. ودائما الحوت اللي هو شويه عندكم ابلاغ او لا الدرعي او لا التزريقه راه كتهز العيب، خاصه الا كان الكوران في الارض. ما بغيتوش ديروها الاخوان الكرابان، كتحيدوا الكرابان على هذا الشكل، يعني بطريقه بسيطه بلا ما تبداو تقطعوا في الخيط. وهذا القضيه الاخوان راه الصراحه راه هي اقتصاديه بزاف، ما تبقاوش تقطعوا في الخيط. هذا كديروا بيراميد، الا كان البحر طايح بزاف وبغيتوا الدور تصيد او لا البحر ما يحتاجش، كديروا هذا الشكل الاخوان. وهي خدامه الاخوان، الكره كيكون شويه كان ناقص راه مزيانه. وتحياتي لكم الاخوان، هذا هو المونتاج ديال الريس عبد الاله، اللهم يسر